مرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا العذراء مريم ملكة السلام. رجع بي إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه نحو الشرق وكان مغلقا، فقال لي الرب: إن هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه رجل، لأن الرب إله إسرائيل قد دخل منه فيكون مغلقا، ولكن الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب، فيدخل عن طريق رواق الباب ويخرج من طريقه. وأتى بي إلى أمام البيت فرأيت، فإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب، فخررت على وجهي. فقال لي الرب: يا ابن البشر، وجه قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنيك كل ما أكلمك به في جميع رسوم بيت الرب وجميع شرائعه، ووجه قلبك إلى مدخل البيت وجميع مخارج المقدس. أهلا وسهلا فيك دكتور غسان. أهلا وسهلا فيك السيدة. على شو بيرمز هيدا الباب؟ بتعرفي السيدة، بيوحنا الفصل يسوع بيحكي عن أنا الراعي الصالح. نعم. بيقول أنا الباب، من يدخل مني يدخل يجد مرعا، يجد حياة. نعم. أما من يتسلق السوار، يعني بيروح بده يفوت من مطرح تاني لا يعبر من الباب، فهو لص سارق. أوكي؟ نعم. يعني نحن اليوم يسوع هو الطريق، يسوع هو الحياة، يسوع هو النور، يسوع هو الباب، هو باب الحياة، هو باب الدخول، هو الملكوت، هو باب الملكوت. نعم. ولكن أي باب سيدي؟ يعني نحن ليه عم نحكي عن أبواب؟ ليه عم نحكي اليوم؟ ليه الله يكلم؟ عم بيقول له هيدا الباب ما حدا بيفتحه، ما حدا بيعبر فيه الا انا. عن مين؟ من هو يعني من المتكلم ومين الرئيس؟ هو الله. ايه؟ هو الله. هيدا الباب مكرس الله، الله بس رح يعبر منه. ايه؟ ورح نشوف انه هيدا الكلام رح يتحقق بشكل كامل بالعذراء مريم، اللي هي كانت باب دخول الكلمة الإلهي إلى بشريتنا نحن. نعم. مشان هيك رح نشوف إنه ولكن إذا يسوع هو الباب وهو الملكوت، هو كل شيء، فالعذراء كمان هي الباب ليسوع. نعم. لنوصل ليسوع. ليه سيدي؟ كيف بتكون مريم العذراء هي الباب؟ هون السؤال. العذراء مريم كونها نعم. عاشت، إذا بدك عاشت الكلمة الإلهية. يعني بتعرفي السيدة، نحن وقت نتناول الإفخارستية، وقت ناكل يسوع، بنقول لكي نتحول ما نأكل، ولكي ما نأكله يتحول إلينا. يعني نحن نتحول ليسوع، ويصير نحن ويسوع نصير واحد، يصير في وحدة حال بيناتنا. كيف مريم صارت؟ لأنه مريم عاشت سيدها الاتحاد الكامل بابنها، صارت هي الباب. هالقد العذراء عرفت هالوحدة، هالقد العذراء عرفت تتحد بابنها، هالقد عرفت تتماهى معه بحياتها، هالقد عرفت تطابق إرادتها مع إرادته، هالقد عرفت تلتقي فيه إذا بدك بكل كيانها، بإرادتها، بفكرها، بقلبها، بعواطفها، بكل كيانها المشدود نحوه. إيه؟ ليه عم بقول هيك سيدي؟ لانه شوفي بالنص رائع تحت بيقول: وانت يا ابن البشر اجعل قلبك، وجه قلبك، ايه، نحو الباب. برافو عليك. فالعذراء مريم هي هالقد كان قلبها موجه نحو ابنها، هالقد كانت هي بعباده كامله، بعطاء كلي. وهون بنفهم بتولية العذراء مريم. نعم. هون بنفهم إذا العذراء كانت باب، لأنه هي عاشت بتوليتها بملء معنى البتولية، وعذراويتها بملء معنى العذرية. نعم. بملء المعنى. شو عشتهم؟ مش بس على المستوى هيك الخارجي أو السطحي، إنما مريم عاشت فعل البذل الذات، العطاء الكلي لابنها الوحيد وللاب السماوي وللثالوث. هالقد كانت إناء مختار للثالوث، إنه منذ اللحظة الأولى قالت له: أنا كلي لك، كلي لك، ما عندي شيء لإلي منه لإلك، أنا ملكك، ملوك علي بالكامل. نحن منقولهم بالحكي سيدة، منصليهم يمكن، بس العذراء عشتهم بشكل كامل، بملء النعمة عشتهم، بملئها.
ملقى ملقى يعني، مشان هيك استحقت تكون الباب، مشان هيك استحقت تكون إذا بدك على صورة ابنة هالقد باب معه، باب للباب إذا بدك هيك نفهم بطريقة كثير مهضومة، العذراء باب لهيدا الباب اللي هو الملكوت إذا بدك يصور. نعم. إذا بدك ونحن كثير بالطلبة وبمديحنا وبكل الليتورجيات المسيحية بنمدح العذراء على أنه باب السماء، نعم، وبنمدح على أنه عفوا هي الخدر الملوكي، هي إذا بدك هل 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 إذا بدك هالمكان الكثير مميز المرموق إذا بدك، نعم، المميز الاستثنائي اللي وين فيه كامل تجلي الله، نعم، بيعبر من خلاله لكل الناس. وين منشوف دور العذراء مريم؟ بهيدا النص دور العذراء مريم سيدة إنه هي الباب إذا بدك اللي الله فتحه، اللي الله بيفتح هذا الباب لكل واحد منا للخلاص، يعبر فيه رائع للخلاص. نعم. بتعرفي سيدي الحلو دايما انه رح اقولها ويا ريت بيفهموا المشاهدين، دايما بيقولوا لنا لا، ما يسوع هو الهدف، ليش بتقولوا العذراء انه يسوع؟ مزبوط، يسوع هو الهدف، والعذراء ولا مره بتقبل انه هي تكون الهدف او الغايه او نوقف عندها. العذراء بتقلنا روحوا لعنده اسمعوا هو شو بقلكم، كما في قانا الجليل. نعم. دايما كما في قانا الجليل، افعلوا ما يقول لكم هو يقول، انا لا اقول. العذراء بتقلنا هو الهكم، انا مني حدا. تصوري سيدي العذراء هيك تواضعها، هي وبالملكوت هلا اليوم نحن بال 2019 العذراء بتقول انا لا شيء، ابني اسجدوا لابني اطيعوه اسمعوا له اله. هي عم تقول انها لا شيء وهي ام الله، هي عم توجهنا نحو ابنها لانه هي عارفه انه 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 هو مصدر الحياه وانه كل شيء عندها اياه كان منه، وهي بتلبسه كرداء لها كل النعم لانه هن ملك ابنها الالهي وهي ملكه. ولكن عظمت هذا الملك بنقاوته وبطهارته بانه عرف حمل حقيقه هذا الاله بجوهره الالهي دون ان هالقد في من الطهارة ما يفوق طهر السماء وطهر الملائكة. نعم. مشان هيك العذراء هون سيدي هي باب، ما مثل عم نقول هي بنروح لعندها بتقلنا روح لعنده، ولكن هو بيرجع بقلنا هي امكن وبيوصيها فينا تبهينه. نعم. هو بيعرف انه كل شيء منه، بس نحن على طريقتنا البشرية سيدي لانه ربنا هالقد حمل منطقنا البشري، ايه هو اللوغوس هو الكلمة. نعم. هو إذا بدك هو كل حكمة الله، هو كل هال 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 إذا بدك هالحقيقة الإلهية التي تتجلى، ولكن كمان هو هالحقيقة الإنسانية اللي عم تتجلى كمان. إيه؟ نعم. يسوع عيش معنا ملأ إنسانيته ملأ 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 بكل تفاصيله، إيه؟ وعرف قيمة هذه الأمر، قيمة أمه، إيه؟ أرضيا حتى على المستوى الأرضي كإنسانة ممتلئة نعمة ولو منه. حتى نحن إذا بدنا نطلب شيء من العذراء من يسوع نطلب من العذراء من إلا أنت جيبي لنا إياه. مزبوط، رائع، صح، رائع يا سيدي، هذا 100% لأنه هو بحب يعطينا من خلال إيدين أمه. عرفتي سيدي؟ نعم. يعني أنت اختبري الحب ما حدا بحبك، يعني يعني الله يخلي لك الأهل، الماما والبابا، إذا الماما بتحبها لسيدي بتقول لهم للعالم سيدي بتعطيكم، إيه اللي هي تتبين سيدي، وهيك. نعم. هو بده يكرمها وهي قالتها بوحي من الروح القدس مش منا، ها إن تطوبني جميع الأجيال. ليه بدها تطوبها للعذراء؟ ليه تعظم نفسي ربا وتبتهج روحي بالله مخلصي؟ لأنه نظر إلى تواضع أمته، لأنه عارف الله أنه من خلال العذراء مريم وحدة المخلوقة قادر يمرق كل الله ومرق كل الله. نعم. نحن إذا مرقنا سيدي من مرقه ننتش شوي، منشيل شقفة، منضيعه شوي، من 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 يعني عرفت، يعني ما بنعطي حقه. مزبوط، برافو عليك 100%. اما العذراء في مريم فهي بشكل اذا بدك مطلق هيك. نعم. كما اكيد 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 كحجمها كخليقه، انا ما عم بقول العذراء تعدت هذا الحجم او صارت غير، هي بعدها مخلوقه ولكن هالقد امتلأت من حب الله تقدر توزعه على العالم كله. نعم. وتوزع هل
أموم مشان دورة، هون دور الأمومة في الخلاص. بتعرفي سيدة مش بس دورة بالخلاص، دورة حقيقة هويتها كأم بقلب الخلاص، لأنه أنت حضرتك أم وبتعرفي ما في حدا، ما في قلب أكثر من قلب الأم بيريد الخلاص لأولاده. العطرة هيك بتريد الخلاص لإلها، العطرة هالقد بتسهر علينا، هالقد بتتعب علينا. وبتعرفي سيدة صدقيني رح يجي وقت نوصل على السما ونكتشف كلنا قد ايه سببنا لها دموع. ايه نعم. لو كنا بالسما ما عندنا منطق الدموع والقهر والعذاب وهيك، بس مبلا العذراء وقتها بتحب، الحب هيدا التعبير تبعه لو حتى بالسما. نعم. نحن مطارح كثير العذراء دفعت دموع. اصلا خلينا نطلع بصليب ابنها كيف هي كانت واقفه كشاهده وكشريكه وكضامنه، لانه كل هيدا الفداء ما يضيع ولا ذره منه، ولكن تحمله كلها، كل هيدا الفداء لاولادها اللي بده يصيروا بيسوع المسيح. نعم. هو كان على الصليب عم بعزيها امه، وان ملايين من البشر سيدعونك امه. ديك شو حلوه، كان عم بقول لها انا بعيط لك امي، بس كثير وملايين ومليارات من الناس كل رح البشر يعطوا، تقريبا كل البشريه، برافو عليك، سيدعونك امه. نعم. ليك هالخصوبه الماء لا حدود، من واحد الى مليارات، ايه مظبوط. من خلال هالقلب الالهي المطعون على الصليب، فتح على قلب العذراء مريم تيكون تيسكب فيه كل الحب وكل الخلاص، ترجع ينسكب على البشريه كلها بسر الفداء اللي افتدينا فيه يسوع المسيح. نعم. شو بقلنا هيدا النص اليوم؟ اليوم الزوادة بدنا ناخدها سيدة بحياتنا. بتعرفي بيخبرونا عن أبواب كثيرة بحياتنا، وبتعرفي بيقولوا لك هيدا الباب اللي بتمر منه توصل لهون المطرح. نعم. أنا بدي أقول اليوم لأخوتنا المشاهدين، فيك تفوت بحي الله باب بدك إياه وتطلع منه، في بواب بالحياة بتوديك للهلاك، المخدرات، السكر، الآفات الاجتماعية، الإدمان، فينا نفوت بكتير بواب بشعة، بواب بتودينا على طرقات بشعة. ولكن بدي أقول لكم أحبائي، باب واحد واحد بيقودنا للحياة، باب واحد هو سبب خلاص لنا، باب واحد بيقودنا للسما، باب واحد بيقودنا للنور مش للظلمة، باب واحد بيقودنا اجا كرمالنا تتكون مثل ما قال تكون لنا الحياة وتكون أوفر وأفضل وبوفرة تيكون لنا ملء الحياة. الباب الواحد هو يسوع المسيح، هيدا الباب عم تدلنا عليه مريم. مريم بإصبع عم تشيع عم تقلنا هو ما لأنه ابني، لأنه هو الحقيقة، لأنه هو إلهكم، اسلكوا هيدا الباب، مشوا هيدا الطريق، إله الرحمة، إله الرحمة، رائع، عيشوا هالحقيقة، فتحوا على هالحياة الإلهية اللي هي بيسوع المسيح. هيدا بقى بدلنا عليه مريم دايما، كل لحظة العذراء أمينة، أمة الرب الأمينة أن تشهد لكل أبنائها عن ابنها الإلهي، أنه هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هو باب الملكوت، هو الملكوت. نعم. إلى الأبد أمين. ميرسي كتير لك دكتور غسان ولحضورك معنا. أنا اللي بدي أشكرك. باب القدس الشرقي المغلق الذي لم يدخله أحد غير الله القدوس وحده هو العذراء مريم التي حل فيها الله متأنسا وحفظها وملأها مجدا ونعمة وقداسة. بشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا، موعدنا بيتجدد معكم بالحلقة الجاية. الله معكم.